تيار المستقبل، تيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. في فتنة عم بيحاولوا يجروكم لإلها. عرسال تشيع محمد الحجيري بعد كمين اللبوي ودعوات لوأد الفتنة. أي تركي رح ينوجد بشوارع بيروت رح نجيبه. أهالي مخطوفي أعزاز يهددون بالتصعيد وتدابير أمنية في محيط المصالح التركية. إدريس تفقد ريف اللاذقية والحر سيطر على حاجز للنظام بريف حماة. صباح الخير. كان متوقعا أن تشهد فترة ما بعد عيد الفطر بحثا جديا في تشكيل الحكومة التي ذهب البعض إلى تحديد موعد ولادتها في الأيام القليلة المقبلة، لكن السؤال يبقى: من يحور الأنظار لتغرق البلاد في ملفات أمنية تبدأ من خطف التيار التركي ومساعده ولا تنتهي عند محاولات زرع الفتنة في البقاع من خلال كمين اللبوي ومحاولة قتل رئيس بلدية عرسال علي الحجيري؟ والسؤال أيضا: من يحاول وضع مطار رفيق الحرير الدولي في قبضة أمنية تحاول توظيف استقرار البلد على إيقاع مصالحها الإقليمية؟ وفي هذا السياق أكدت مصادر سياسية لأخبار المستقبل أن هذه التحديات الأمنية ومحاولات جر البلاد إلى مستنقع الفتنة يشكلان سببا إضافيا للإسراع في تشكيل الحكومة. على خط موازٍ، طلب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بالإسراع في تأليف الحكومة، وقال لمناسبة انتقاله إلى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين إن معادلة الجيش والشعب والمقاومة تحمي لبنان شرط أن يكون لها مدير أو جهة تدير هذه العلاقات، ومن أجدى بإدارة هذه المعادلة غير الدولة اللبنانية؟ سأل رئيس الجمهورية ميشيل سليمان عن السبب الذي يجعل اللبنانيين يظهرون وبشكل مجاني أن لبنان دولة فاشلة. ولمناسبة انتقاله إلى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، رأى سليمان أن الالتزام بإعلان بعبدة هو الذي يحمي وحدة لبنان واستقراره، كما الالتزام بالاستراتيجية الدفاعية الذي يحمي لبنان من إسرائيل، وأقول يحمي لبنان وأرض لبنان فقط. وشدد رئيس الجمهورية على أن المعادلة التي وردت في البيانات الوزارية وهي الجيش والشعب والمقاومة تحمي لبنان شرط أن يكون لها مدير أو جهة تدير هذه العلاقة، ومن أجدى وأدرى بإدارة هذه المعادلة غير الدولة اللبنانية. ولفت إلى أن المعادلة هذه هي للتطبيق ولكن دون التفرد بالتطبيق، مضيفا: من أجل المقاومة ومن أجل تحصينها يجب أن نلتزم بإدارة هذه المعادلة. ودعا سليمان الجميع للعودة إلى الداخل إلى الوطن ولدعم الجيش اللبناني، وقال إن القدرات الوطنية أي الجيش، الدولة، المقاومة ليست لفئة وليست لطائفة، بل هي ملك للوطن لا يمكنها أن تنحاز، وعلى الوطن أن يقرر كيف يتصرف بهذه القدرات. وأمل الرئيس الجمهورية بإقرار قانون جديد للانتخابات، مؤكدا أن الدستور يعطي صلاحية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يؤلفا الحكومة كما يريان مصلحة البلد. وقال سليمان: لا يمكن أن أتخلى عن صلاحية تشكيل الحكومة، فيجب أن تشكل الحكومة في أقرب الآجال لتواكب هيئة الحوار الوطني. شيعت بلدة عرسال ابنها محمد حسن الحجيري الذي تعرض لكمين في اللبوي، فيما حذر نواب المستقبل من جر أهالي عرسال والمنطقة إلى الفتنة. تقرير منير الربيع. غضب وحزن وترقب حال بلدة عرسال مع تشييع الشاب محمد حسن الحجيري الذي قتل في كمين مسلح في منطقة النبي عثمان لبوى على طريق عام بعلبك. واستهدف رئيس بلدية عرسال علي الحجيري وأدى أيضا إلى إصابته بجروح وجرح اثنين آخرين. الاعتداء المباغت جاء إثر عملية تبادل مخطوفين نهار الأحد شملت عددا من أبناء عرسال مقابل تسليم يوسف المقداد الذي خطف واقتيد إلى داخل الأراضي السورية، وقد ساعد أهالي عرسال بالإفراج عنه برعاية مخابرات الجيش اللبناني. لأتلو الغدارين هو رايح ياخذوا لوام بده يسلموا للامن، يعني ما بده يعطيه لهذا،
برجعته وقتلوه. مين قتلوه؟ قتلوا أهل اللبوي. ليه؟ هاي ماشي بالطريق، وإذا في غير هيك أنا مسؤول عن كلامي. أنا مع المظلوم ضد الظالم بإرسال وبرة إرسال. إلا شفتهم نزلوا من هالسيارات وبلشوا فينا طق 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 طق. لك يا عمي شو القصة؟ ما حدا أنا عارفانين شو في يعني. نحن على أساس اللي قتلهم ابن هون حوى بالسجن، حوى بالسجن يروح يحكموه. أحب أوصل رسالة، نحن بنحمل المسؤولية كاملة للدولة اللبنانية. غياب الدولة هو اللي بيسبب مشاكل. نحن لا نشعر بوجود الدولة في حياتنا اليومية، نشعر بأيادي خفية عند كل مشكل. أيادي من هذه الأيادي؟ وفد من تيار المستقبل ضم النائبين جمال الجراح وعاصم عراجي زار بلدة عرسان للتعزية وفي مسعى للتهدئة وضبط النفس. جاي نشد عائدهم ونقول لهم في فتنة عم بيحاولوا يجروكم لقلها، بدنا نتحلى بالحكمة والصبر والروية حتى نفوت عليهم هالفرصة. طول عمر عرسان واللابوية وراس العين والفاكهة وبعلبك ومأنا طول عمرهم عايشين بوقام، وطول عمرهم كانوا تجار يتاجوا مع بعضهم، وهذا مشان هيك نحن الخوف من انه تحصل فتنة كبيرة بالمنطقة، وهيدي الفتنة احتمال كبير عم بتحضر لها. عرسال الرازحة تحت وطأة الخطف والتوتر منذ تأييدها للثورة السورية، أقصى ما يتمناه أهلها هو الأمان والاستقرار. رغم جراحهم وألمهم يشدد أهالي عرسال على تمسكهم بالدولة وأجهزتها، ويطالبونها وحدها بتحصيل حقوقهم ومعاقبة المعتدين كي لا تتكرر هكذا حوادث. من عرسال منير الربيع، تلفزيون المستقبل. كمين عرسال تدارست تداعياته عائلة أمهس في بلدة اللبوة، حيث عقدت اجتماعا حملت خلاله مسؤولية ما حصل لرئيس بلدية عرسال علي الحجيري بسبب عدم تسليم المطلوبين في حادثة وادي رفقة. المجتمعون أكدوا من جهة أخرى التزام أهالي البلدة بتسليم الأجهزة الأمنية والقضائية لتأخذ دورها. نحن لازلنا ملتزمين بتسليم الأجهزة الأمنية والقضائية لتأخذ دورها الفعال، كما إننا ملتزمين بتمنيات قيادة المقاومة التي طلبت منا الحذر من الوقوع في الفتنة المدبرة لمنطقتنا. على خط أمني آخر، لا يزال مصير الطيار التركي ومساعده مجهولا، فيما أكدت مصادر صحفية أن شعبة المعلومات توصلت إلى معرفة هوية المتورطين في عملية الخطف، ومن بينهم المدعوان محمد صالح وعلي جميل صالح. قسم كبير من الأهالي من الشباب أهالي المخطوفين التسعة بتركيا اتوجه على شوارع بيروت. أي تركي رح ينوجد بشوارع بيروت رح نجيبه. كلام الحاجة حياة عوالي هذا جاء باسم عائلات المخطوفين اللبنانيين في أعزاز بعد ساعات قليلة على اجتماع وفد من الأهالي بوزير الداخلية، عرضوا معه لقضية المخطوفين التسعة وقضية توقيف محمد صالح. يبدو أنه محمد صالح الشغلة كلها إجراءات روتينية، مبين أنه ما في شيء يعني، فشغلتها صارت يمكن منتهي يعني ما في شيء. المطلب الذي طرحوه عاصفة الجنوب إطلاق بعض المخطوفين، هم قالوا اثنين، مقابل السجينات الموجودين عند النظام السوري على أن يعطوا فيما بعد لائحة بالأسماء. طيب لو سلمنا بأنه لا علاقة للدولة التركية بموضوع التفاوض، ولا علاقة للطيارين الموجودين الآن عند الجهة التي اختطفته، لو كنا تنازلنا وقبلنا وقبل اللواء والجانب اللبناني بهذا الطرح، السبعة الباقين كيف بدهم يطلعوا؟ هذا التطور يأتي بعد معلومات نشرتها صحيفة المستقبل أفادت أن فرع المعلومات تمكن من معرفة هويات كل منفذي عملية خطف التركيين، مشيرة إلى أن المسؤول الأول عن المجموعة الخاطفة هو علي جميل صالح نجل أحد المخطوفين. المعلومات هذه قابلها أهالي المخطوفين بالنفي، مؤكدين عدم تورط محمد بعملية الخطف من جهة، وعدم قدرة علي صالح على قيادة المجموعة الخاطفة من جهة أخرى نظرا لحالته الصحية ولإعاقته الجسدية. وما نفذت وما لها علاقة بهذا الموضوع نهائيا، وأنا زلمة مشلول شلة نصفي، ودليل على هذا هي بطاقتي من الدولة أنه أنا عندي إعاقة. ما قادر مشي ولد وراي، مش مجموعة تخطف ولد، ما قادر مشي وراي بالحال اللي أنا فيها. أهل المخطوفين كانوا قد أعلنوا عن إلغاء الاعتصام الذي دعوا إليه أمام المركز الثقافي التركي في وسط بيروت بعد أن أعلن السفير التركي عن إقفاله مؤقتا.
وزير الداخلية مروان شربل أمل أن تظهر إيجابية بشأن قضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز خلال هذا الأسبوع، وقال لصحيفة اللواء إن الاتصالات مستمرة مع المسؤولين الأتراك للوصول إلى هذه النتائج الإيجابية في أقرب وقت. وأعلن شربل أن طريق المطار خط أحمر وهو لن يقطع، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على الدولة أو أن يقدم على قطع طريق المطار لأي سبب كان، مشيرا إلى أن هذا الأمر أبلغه إلى ذوي المخطوفين في أعزاز الذين زاروه أمس، وكما أبلغهم بأن عليهم الاتكال على الدولة سواء لجهة متابعة موضوع المخطوفين أو لجهة التحقيق في خطف التركيين، لأن الدولة هي المسؤولة عن الأمر. وقال إذا كانوا يحتجون على توقيف أحد المشتبه بهم فأن هذا الشخص موقوف عند النيابة العامة، وهي التي تحقق معه للحصول على المعلومات، وقد حصلت حتى الآن على كم كبير من هذه المعلومات المتعلقة بالخطف والخاطفين، وعليهم أن يفهموا أن الدولة لن تسمح إلا بعودة المخطوفين من الأتراك ومن اللبنانيين المحتجزين في أعزاز. مطار رفيق الحرير الدولي هل يتحول إلى مطار غير آمن؟ تقرير سلمان العنداري. لم يتبلغ بعد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل اعتبار مطار رفيق الحرير الدولي غير آمن، إلا أن عملية خطف الطيارين التركيين التي وقعت على بعد 200 متر من المطار والتي نفذت بشكل حرفي للغاية تطرح أكثر من علامات استفهام عن أمن هذا المرفق الحيوي وأمن المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى لبنان. بقدر ما حصل استهداف للطيارين الأتراك، حصل الاستهداف الأكبر للدولة اللبنانية ولهيبة الدولة اللبنانية. سقطت هيبة الدولة اللبنانية مع اختطاف الطيارين على طريق المطار على بعد أمتار من حرم الأساسي الأمني تبع المطار، وبالتالي يعني الكلام اللي بيقول بأنه هذا المطار هو مطار لجميع اللبنانيين، على هذه الطريق بيمرق من جوزيف صادر لستة مليون لبناني وعربي وأجنبي للطيارين الأتراك انتهت. يعني أصبح هذا المطار عنده أهمية استراتيجية لحزب الله يلي من خلاله يبعث الرسائل يمينا ويسارا. فناهيك عن حوادث الخطف هذه، تحولت البلاد بأثرها إلى ثكنة عسكرية قرب الفنادق والمراكز والمصالح التركية حفاظا على الأمن وخوفا من اختطاف مزيدا من المواطنين الأتراك. المخاوف الأمنية المتراكمة أعادت قضية فتح مطار القليعات إلى دائرة الضوء من جديد. لازم نكون في لبنان مطارين، بس أيضا يعني المطالبة الموسمية بمطار القليعات ما بتأدي، يعني ما في قرار فعلي لفتح هذا المطار من قبل الدولة اللبنانية. مين بده يفتح المطار؟ بده يفتح المطار الدولي، حكومة لبنان ما تفتح المطار. هذه الحكومة اللي هي من أساس تكوينها تتمادى مع رأي عام معين بالبلد، تخضع إلى ضغوط حزب الله بالبلد رح تسمح بفتح مطار ثاني بالبلد. ما بدنا كمان نستسهل تسليم المسبق بأنه مطار رفيق الحرير الدولي سقط نهائيا بإيد حزب الله. مطار رفيق الحرير الدولي في حكم الساقط أمنيا في حال لم تتمكن الأجهزة الأمنية ومعها القوى السياسية من ضبط الوضع والتفلت المستمر منذ سنوات. لخطف الطيار التركي ومساعده انعكاسات سلبية ليس على العلاقات مع تركيا بل تتعداها لتشمل صورة لبنان الدولة بالنسبة لعدد كبير من الدول. تقرير شرب العبود. هي نتائج أبعد من الحدود التركية، فعملية خطف التيار التركي ومساعده في بيروت لن تسيء للعلاقات المميزة بين لبنان وتركيا فحسب، بل وستشوه صورة لبنان عالميا وتعيد الوطن إلى أيام كان اسمه فيها مرادفا للفوضى ولا استقرار. فالإجماع على إدانة قضية خطف الحجاج اللبنانيين قابله أيضا رفض لاعتماد أسلوب مماثل يخطف لبنان بأسره ويعيده إلى الفوضى من جديد. إلى عواقب كتير كتير مسيئة، ومش بس مع تركيا. ما هو هذا الوجه للبنان إذا طلع بالإعلام، وخصوصا بالإعلام العالمي، إنه لبنان كأنه منطقة ما فيها استقرار أمني وسياسي. حيلا مستثمر من أوروبا مبعوض يجي على لبنان، من حيلا بلد مبعوض بيجي على لبنان، مش بس من تركيا مبعوض يجي على لبنان، حتى السياحة من كتير بلدان العالم ما بتجي على لبنان. ما بتتوقف الأضرار يلي عم نحكي عنها، ما بتوقف عند حد إنه السائح التركي ما إجا أو المستثمر التركي ما إجا. إيه بسيطة، لا، أنت عم تخلق، عم تعطي
دعاية للبنان أنه في عدم استقرار أمني وسياسي. لا السواح بيقعدوا بيجوا من أي بلد كان للبنان، ولا المستثمرين من أي بلد بيجوا على لبنان. بعد الرعاية الخليجيين الرعاية الأتراك، حصار يفرضه الأمر الواقع على اللبنانيين ولقمة عيشهم. اللي عم بيصير كتير مضر بلبنان، قطع النظر بتأثيره الفعلي والدايركت الأولاني اللي عم بيصير، انه اول شيء اعلنت الحكومه التركيه الطلب من رعايا الاتراك ما يجوا على لبنان. اوكي، بالماضي صار نفس الشيء مع رعايا الدول الخليجيه، طلبوا انه ما يجوا على لبنان. اليوم مع تركيا، بكره مع مين ما بعرف، بس نحن بهالشيء اللي عم نعمله شو عم بيصير؟ عم نقول كانه نحن كلبنان عم نفرض حصار على نفسنا، عم نقول لكل العالم انه اوعوا تجوا على لبنان. لبنان عدم استقرار سياسي، في عدم استقرار امني، اي سبب، كانه عم نقول للعالم كله ما تجوا على لبنان. شو عم نعمل؟ يعني نحن مثل ما بقول عم نطلع من قوس اجرنا بنفسنا، وعم نقول للعالم اقطعونا. قرابة المليار دولار حجم التبادل التجاري بين لبنان وتركيا. ليس هذا وحسب، فتركيا تعتبر بوابة لبنان الى اوروبا، وعليه يكون الوطن الصغير المتضرر الأكبر من تردي علاقات يصفي من خلالها البعض حسابات إقليمية غير آبه بما بقي من اقتصاد أو مصلحة للبنان واللبنانيين. تتابعونا بعد هذا الفصل. كونيلي: المأزق السياسي قوض مؤسسات الدولة خدمة لمصالح حزب الله وإيران. أهلا بكم من جديد. حذرت السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي من أن المأزق السياسي الحالي قوض مؤسسات الدولة من أجل خدمة مصالح حزب الله ورعيه الإيراني. أعربت السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي عن قلقها إزاء ما يحصل في لبنان على صعيد الوضع السياسي وتورط حزب الله في القتال في سوريا. وخلال مأدبة غداء أقامتها غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية على شرفها لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية، حذرت كونيلي من نحو الأمور إلى مسارات خطيرة. أنا قلقة من أن المأزق السياسي الحالي قد قوض مؤسسات الدولة من أجل خدمة مصالح حزب الله أولا ورعيه الإيراني بالدرجة الأولى، وأخشى أن ينحدر هذا المنح بلبنان إلى مسار خطير. فقد أظهر حزب الله تكرارا ازدراءه بقواعد السلوك الدولية، وهو ما أثبته أخيرا التصنيف الأوروبي، لكن حزب الله يظهر في الوقت الراهن ازدراءا بقواعد اللعبة اللبنانية، كما أن انتهاكه لإعلان بعبدة يقوض الدولة ويهدد بنقل لبنان من موقع التعامل مع التداعيات غير المباشرة للوضع في سوريا إلى التورط المباشر في نزاع سوري أوسع. إن الخطوة الأولى لحماية لبنان تتمثل في تأليف حكومة تتمتع بالاحترام والكفاءة. السفيرة الأمريكية أشادت بجهود غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وشددت على وجوب أن يكون الإصلاح ومكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام الاستثمار في رأس أولويات مجتمع الأعمال في لبنان. باشرت الهيئة العليا للإغاثة بدفع بدلات الإيواء لمتضرري أحداث عبر والتعمير، وورش إعادة البناء والترميم أنجزت 80% من المباني المتضررة. بعد حوالي شهر ونصف الشهر على انتهاء أحداث عبرة التي خلفت أضرارا جسيمة في الأبنية والوحدات السكنية، باشرت الهيئة العليا للإغاثة بدفع بدلات الإيواء للعائلات التي احترقت بيوتها أو تضررت كليا ولم تعد صالحة للسكن في هاتين المنطقتين، وهي عبارة عن بدل إيجار يتراوح بين 3 و5 أشهر لكل عائلة من هذه العائلات التي اضطرت لتأمين أماكن بديلة مؤقتة وفقا للفترة التي ستستغرقها إعادة بناء أو ترميم بيوتها. انتهت الهيئة من أعمال المسح بمشاركة الجيش اللبناني، وعم يتم جدولة التعويضات على أن تدفع لاحقا. نحن مثل ما وعدنا مشان مبادرة الشيخ سعد بلشنا بالترميم وبتثبيت الواجهات، في جزء كبير أنجز، يعني تقريبا حوالي 80% من الواجهات أنجزت. القسم اللي تبقى هو القسم اللي فيه شغلات إنشائية مضروبة ضربات
كبيرة مثل المبنى اللي هلأ موجود ورانا. وكانت عبرة شهدت خلال عطلة عيد الفطر عودة بعض العائلات بعد ترميم بيوتها المتضررة جزئيا، فيما ينتظر القسم الأكبر من العائلات المتضررة بيوتها بشكل كلي إنجاز أعمال البناء والترميم لتعود بشكل نهائي. بعد هذا الفاصل، القضاء المصري يجدد حبس مرسي 15 يوما. تفقد رئيس أركان الجيش السوري الحر الجنرال سليم إدريس منطقة كفر دلبة في جبل الأكراد بريف اللاذقية في وقت ارتفعت حصيلة القتلى في سوريا إلى أكثر من 70. التقدم النوعي للجيش الحر في ريف اللاذقية مهد إلى إنجاز آخر في محافظة حما، حيث سيطر الثوار على كتيبة الدفاع الجوي الاستراتيجية في منطقة زور السوس، كما سيطروا على حاجز الجسر في بلدة مورك بريف حما بعد تدميره بالكامل. في ريف اللاذقية تواصلت المعارك، حيث شنت كتائب الأسد هجوما بالطائرات والمدفعية في محاولة لاستعادة مناطق سيطر عليها الجيش الحر الذي استهدف بدوره قوات النظام المتمركزة في قمة النبي يونس، فيما تفقد قائد أركان الجيش الحر سليم إدريس المناطق المحررة في ريف اللاذقية. نحن اليوم موجودون لنؤكد للجميع أن رئاسة الأركان تنسق بشكل كامل ومتواصل مع قيادة الجبهة الساحلية بخصوص العمليات العسكرية، وبأنه لم تصدر أوامر لأحد بالانسحاب من الجبهات، بل على العكس نحن بالاتفاق مع سيادة العقيد قائد الجبهة سنواصل العمل وبزخم عالي في الجبهة الساحلية. كما شهدت العاصمة دمشق قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة والدبابات على أحياء برزة والقابون ومخيم اليرموك والعسالي وعلى غالبية المناطق الجنوبية، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة في حي القابون وبساتين حي برزة. أما الريف الدمشقي فشهد بدوره قصفا بصواريخ الطائرات الحربية، بخاصة على الغوطة ومعظمية الشام ومحيط السيدة زينب والزبداني والقلمون. وكثف الطيران الحربي عملياته على طريق مطار دمشق الدولي وسط معارك ضارية. إلى ذلك استهدف الجيش الحر بالقذائف المدفعية قوات النظام المتمركزة في مستشفى دير الزور العسكري، أسفر عن نشوب حريق في المستشفى. أحياء الحميدية والشيخ ياسين والصناعة والعرض وغيرها من المناطق في دير الزور تعرضت لقصف مدفعي عنيف في وقت دارت مواجهات على جبهة الحويقة. وعلى جبهة حلب واصل الجيش الحر استهدافه مطار كويرس العسكري، وتواصلت المواجهات على أطراف حي سليمان، كما انهالت القذائف على الأحياء المحررة. جدد قاضي التحقيق في محكمة استئناف القاهرة حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيقات، بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مليونية اليوم. الدعوات المتكررة من الإخوان المسلمين إلى مزيد من الحشد في ساحتي رابعة العدوية والنهضة وتريث السلطات المصرية في فك الاعتصامين أوصلت الأمور إلى مفترق ينذر بإراقة المزيد من الدماء، في ظل توقعات بأن تبدأ الشرطة التحرك ضد المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. الوساطة الغربية والعربية التي لم تؤتي ثمارها في إيجاد حل للأزمة تركت لطرفي النزاع الجيش المصري مدعوما بالحكومة من جهة وجماعة الإخوان المسلمين ومؤيدون من جهة أخرى التشبث بمواقفهم، وأصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي بيانا ينتقد أي خطط ممن سماهم الإنقلابيون يسلب المحتجين حقهم في الاحتجاج، ودعا الجماعات الحقوقية الدولية إلى زيارة مقري الاعتصام لرؤية مدى سلميتهما. أما الجيش المصري فقد اعتزم إنهاء اعتصام الإخوان بخطوات عدة، تبدأ بتطويق المعتصمين الذين تولوا حراسة مداخل مواقع الاعتصام بالعصي ويعتمد يرون
مأخوذات واقية تحسبا لهجوم قوات الأمن التي سيكون عليها أن تفض حشودا من الناس بينهم أطفال. إلى ذلك رأى وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي إن الاحتجاجات التي ينظمها أنصار مرسي يجب أن تنتهي سريعا جدا، مشيرا إلى المواجهة التي تشهدها الساحة السياسية المصرية أنها لا يمكن أن تستمر لأجل غير مسمى. وجدد فهمي التأكيد على رغبة الحكومة المصرية في حل الأزمة بالحوار. وفي ردود الفعل على تطورات الأزمة في مصر، رأى الرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية إيهود باراك إن على العالم الحر مساندة الفريق عبد الفتاح السيسي والشخصيات القيادية الليبرالية مثل محمد البرادعي، معتبرا أن الرئيس محمد مرسي سقط لأن شعبه وقف ضده بعدما سعى لتحويل النظام شموليا دينيا. قتل 8 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين بتفجير استهدف مقهى شعبيا بمنطقة التحرير جنوب عقوبة شمال شرق بغداد. إلى ذلك تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التابع للقاعدة موجة الهجمات التي استهدفت بغداد ومناطق عراقية أخرى ثالث أيام عيد الفطر وأوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى. والآن تذكير بالعناوين. في فتنة عم بيحاولوا يجروكم لإلا عرسال تشيع محمد الحجيري بعد كمين اللبوي ودعوات لوأد الفتنة. أي تركي رح ينوجد بشوارع بيروت رح نجيبه. أهالي مخطوفي أعزاز يهددون بالتصعيد وتدابير أمنية في محيط المصالح التركية. إدريس تفقد ريف اللاذقية والحر سيطر على حاجز للنظام بريف حماة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. نحن تيار المستقبل، تيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي.